وذكر حجاج تونس خبر وفاة المؤرخ ابن عبد البر التنوخي، وهو من أهل تونس، كان إمام جامع الزيتونة وخطيب جامع القصبة، صنف كتاباً كبيراً من 6 مجلدات يؤرخ فيه بالسنوات إلى أيامه. توفي ودفن في تونس في هذه السنة. وذكر حجاج مصر خبر اعتقال الخليفة العباسي المستكفي بالله، كان أحد العامة قد شكى الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الخليفة المستكفي، فقام الخليفة باستدعاء الملك الناصر للمثول أمام القضاء. غضب الناصر من تصرف الخليفة وحبسه، ثم قام الملك الناصر بنفيه هو وأهله إلى بلاد قوس في جنوب مصر.